السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم. مرحبا بكم في درس الأسبوع 24 من دروس مادة التربية الإسلامية للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، باب التزكية، القرآن الكريم، سورة الانشقاق، الجزء الثاني. أهداف الدرس: استمع إلى سورة الانشقاق وأقرأها، استظهر سورة الانشقاق وأفهم معانيها، ألزم طاعة الله ليتيسر حسابي عنده. الحصة الأولى: استمع وأردد. نستمع لتلاوة عطرة لسورة الانشقاق بصوت قارئ الشيخ عمر القزابري، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. أحفظ وأستظهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. صدق الله العظيم. أفهم المفردات معانيها: أوتي كتابه وراء ظهره تعني أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره. إنه ظن أن لن يحور تعني إنه اعتقد أن لن يرجع إلى ربه. أقوم تعلماتي. أجيب شفاهيا: من الذي سيدعو ثبورا يوم القيامة؟ الذي سيدعو ثبورا يوم القيامة هو الذي أوتي كتابه وراء ظهره. أربط الآية بمعناها: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هل تعني من أوتي كتابه بيمينه أم من أوتي كتابه بشماله؟ وأما من أوتي كتابه وراء ظهره تعني من أوتي كتابه بشماله. أستفيد: أكثر من قراءة القرآن الكريم بخشوع وأسجد لله تعالى بخضوع. الحصة الثانية: أستمع وأردد. نستمع لسورة الانشقاق بصوت الشيخ القارئ عمر الزابري، جزاه الله خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا
أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون احفظوا واستظهروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم أفهموا المفردات معانيها غير ممنون تعني غير منقوص ولا مقطوع أقوم تعلماتي أجيب شفهيا لمن يكون السجود؟ يكون السجود لله عز وجل أربط كل آية برقمها في السورة فلا أقسم بالشفق نربطها بالآية رقم 16 والقمر إذا اتسق نربطها بالآية 18 فما لهم لا يؤمنون نربطها بالآية 20 أهتدي أسجد لله تعالى وأعمل الصالحات ليسهل حسابي شكرا لكم أصدقائي على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته